افريقيا مصر غابت عنها فتره ساعه هذا الازدهار كبير يعني في عهد رئيس عبد الناصر وقياده حضرتك فريق اشتغل معاك، غابت عن افريقيا فتره طويله ثم يعني تضاءلت ثم انقطعت بعدها من نص التسعينيات، فضلت 20 سنه من 95 على الاقل بشكل غياب شبه تام لغايه ما جه الرئيس السيسي في 2014، وكان واضح تماما في الثمان سبع سنين اللي فاتوا اهتمام كبير جدا ده صحيح. بافريقيا، ويمكن تم رصد انه على الاقل 35% من زيارات الرئيس لخارج البلد في افريقيا، وعدد كبير من المقابلات الخارجيه او الداخليه في افريقيا. وهو واحنا يعني بنسجل النهارده كان لسه راجع امبارح بالليل من كينيا. حضرتك هل نقدر نقول دي عوده الروح لمصر في افريقيا؟ هل دي عمليه ضروريه برضه زي ما بقول لك، دي عمليه ضروريه، واظن دي رؤيه الرئيس. يعني شايف ان عمليه افريقيا بالنسبه لنا حياه او لهذا الحد، يعني حياه امور. لانه انا اذا توسعت في صناعتي وحاجات زي كده هو ده الطريق الوحيد افريقيا. الحاجه الثانيه ده العمق الاستراتيجي. الحاجه الثالثه المياه النيل، ويا نيل الحمد لله، يعني شايف الاجتماع اللي حصل الاخير ده سعدت بيه جدا، لان اولا ابي احمد جه رئيس الوزراء الاثيوبي، رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد جه بنفسه هنا، وانا اعتقد دي ممكن تبقى بدايه، لان الحقيقه من المهم جدا ان تكون علاقتنا علاقه مستمره وجيده ومستديمه مع اثيوبيا. ده موضوع استراتيجي. هذا كنت جزء طرف منه في علاقه ما بين الاثنين. بالظبط، انا عايز اقول الدكتور هيثم الاسي، وكان في مشكله اتحلت. بالظبط، يعني دي اللي عايز اقول، ان فعلا حصل مشكله كبيره جدا بيننا وبينهم، لانه في سنه 54، سنه 54 كانت في الفتره اللي هي فتره انتقاليه في السودان، بعديها المفروض 56 تعمل استبتاء، يقولوا احنا السودانيين ان يرتبطوا بمصر قوي. فكانت اثيوبيا في ذلك الوقت تعمل على فصل الجنوب من الشمال. وده موضوع كان بالنسبه لنا يعني خط احمر زي ما بيقولوا، فصل الجنوب عن الشمال، اللي عملوه الاخوان برضو المسلمين اثناء حكم الاخوان، حكم في السودان. وبعدين اتضح بقى حتى من الاوراق قريب بقى اتنشرت ان الاساسي لما كان في لندن كان منزعج جدا من ان الجيش الانجليزي هينسحب من مصر، ولذا شكل خطر عليه جدا. طبعا يعني ما كان في اخطاء فكريه، يعني كان في تصور من الامبراطور انه لان هم كانوا في وقت من الاوقات بيعلنوا عن اثيوبيا، حتى الواحد كان يركب اثيوبيا ايرلاينز يقول لك اثيوبيا جزيره مسيحيه في وسط اسلامي. الحقيقه هي مش صحيح، يعني بالعكس، والوقت ما غيروا طبعا السياسه دي فرنسا، يعني انما وقتها كان في تصور بالبروتور يبقى هو جزء من العالم المسيحي، وبالتالي الخطر الاساسي يعني احنا لم يحدث في يوم من الايام احنا حاولنا نحرك الاسلاميين، بالعكس كان في تصور انه ويمكن في بعض الاسباب، انما الواقع الامر ان احنا لم نعمل، لكن المسلمين قريبين مننا جدا، يعني مثلا قبائل العفر دول موجودين في جزء من اثيوبيا وفي جيبوتي، ودول وانا في السجن جه سلطان عفر مخصوص عشان يسال حضرتك وجاني هنا ودخل البيت ده قبل عيلتي، وكان متصور حاضر طلع حاجات كده، يعني كان فيها علاقات وسيعه جدا، لكن عمرنا ما حركنا العمليه دي. بالعكس احنا كنا في وقت بنحل مشاكل اثيوبيا مع الصومال، لان احنا هو لو بصينا للقرن الافريقي هنجد انه دول القرن الافريقي احنا لنا فيها تواجد كبير جدا، يعني الصومال اريتريا، اولا الصومال وجيبوتي دول عربيه، صحيح احنا مش امين بدورنا كويس كعرب يعني المنطقه دي، لان جيبوتي النهارده موضوع بلد استراتيجيه مهمه جدا في البحر الاحمر، لان انت عارف البحر الاحمر يعني من غير تامين البحر الاحمر قناه السويس دي ما تسواش حاجه، لان ما فيش حد عمر من قناه السويس، والنهارده كل دول العالم عندها قواعد في البحر الاحمر. فاحنا
وجودنا في المنطقة دي مهمة جدا. احنا ممكن صحيح من الناحية دي ممكن تبقى مصدر متاعب لكن ايضا في الوقت نفسه احنا ممكن نبقى مصدر حل مشاكله، ومشاكله مع الصومال او مع اريتريا او مع كده. احنا ممكن اكتر دولة تصلح لحل هذه المشاكل هي مصر. وعشان كده حضرتك شايف الزيارة دي إيجابية جدا وإنها تؤدي قد جدا. تؤدي إلى حل يعني دايما مرضي. الناس يسألوني على ان بقول ان يعني الموضوع ده هيتحل، عايز صبر شويه وعاوز طول بال، انما لابد هيتحل ولازم يتحل سلميا طبعا بكل تاكيد. يعني احنا بعد كده وصلنا بقى الى علاقات وثيقه جدا مع الامبراطور الاسلاس. وجي زارنا في انت مصر ده جه زارنا او اول زياره بقى بعد القطيعه دي، فجاء سنه 59 استقبل استقبال لم يتعمل لحد طيارته. اول ما جت الطيارات كلها كانت الطيران المصري موجودين، اول ما نزل 21 مدفع واتعمل له احتفال من اكبر ما. بعدين انتهت بقى المشاكل تماما ايام منظمه الوحده، وزاره الوحده الافريقيه. احنا كان لنا دور كبير جدا في تحرير افريقيا، وجمال عبد الناصر في توحيد افريقيا كان في ثلاثه لهم او اربعه لهم دور مهم قوي في توحيد افريقيا، كان عبد الناصر وكرومة وسكوتو والامبراطور هيلسلاس. حصل يعني تفاهم في يومين توحيد افريقيا. فجاي لما جه يتحدد مكان منظمه الوحده الافريقيه مقر بتاعها، مقر بتاعها كان نكرم عاوز في أكره، باعتبار هو رجل الوحدة وحدة وكلمه لك الوحدة هي هنا والآن. أيضا عدد كبير من الدول الأفريقية عاوزين يبقى في القاهرة، القاهرة قامت بدور تحرير كبير جدا. عبد الله سأل هنعملنا في أديس أبابا، ورحت بنفسي أحاول أقنع نكرم. نكرم زعل وقتها يعني حصل نوع من، فرحت اقنعت سكرتوري ونكوم على اساس ان احنا لازم نقبل اديس ابابا عشان تبقى في واحد عافيه بين الغرب والشرق وكله يعني فيه. فهنا بقى اصبحت العلاقات جيده جدا 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 معك. كنت بسافر كل فتره للامبراطور، وطبعا هو اداني ناشين واداني يعني كان الراجل، وكان لما بيطلب هنا ما يجي السفير بتاعه يطلب عايزين الوزير المرافق للامبراطور يكون فلان، هو على طول امبراطور شخصيا. فكانت العلاقه بين عبد الناصر كان يحترمه جدا رغم ان في سياسات مختلفه. عبد الناصر كان يقول هذا رجل شجاع ومعروف بجيشه لما جه يعني حرر اثيوبيا لما التلاينا كانوا بيحتلوها، فطلع في معركه عدوى كان قابل فيها بلاء حسن جدا. وكمان اسمه الامبراطور الاسلاسي كان دايما يقول لي في تشابه كبير جدا بيني وبين جمال عبد الناصر، لان احنا يعني ربنا خلقنا لبلدنا مخصوص ولشعبنا. فانا عايز اقول ان انا عاوز خلاصه الحوار موت خلاصه انت قلتها بشكل يعني ان العلاقه ممكن حاسب دي حياه او موت بالنسبه لمصر طبعا. ولذلك يعني توجيه اي نوع من الموارد لتنميه العلاقات دي طبعا مهم جدا. وبعدين عاوز اقول ايضا حاجه لاثيوبيا، اثيوبيا بيقدروا قدر لامكانيات كبير جدا في عدائهم لمصر، لان مصر اكثر دوله تستطيع ان تفيد اثيوبيا. يعني انت تقدر تشوف حاجه كتير جدا بعلاقاتك اللي موجوده حوالين اثيوبيا دي مع الشعوب اللي موجوده، الشعوب دي اوتوماتيك مربوطه بينا تاريخيا وعاطفيا ودينيا. انا افريقيا كده خدت حقها